أهلا بكم. هل بات التصحر على مرمى حجر من ابتلاع الأراضي الزراعية في العراق بالكامل؟ هل شح المياه وتدهور التربة والتلوث يشكلون ثالوثا مدمرا يهدد حياة المواطن العراقي وأمنه الغذائي؟ هل تدرك الحكومات المتعاقبة في العراق من بعد العام 2003 مدى خطورة ظاهرة التصحر وآثارها التدميرية على الحياة النباتية والحيوانية وبالتالي على الإنسان العراقي؟ فقد جاء اهتمام الأمم المتحدة من خلال العديد من مؤتمراتها التي انصبت على البيئة وتدهورها وارتباط ذلك بالأمن الغذائي وعدم قدرة البلدان التي تعاني من التصحر من إنتاج الغذاء الكافي للسكان، ونبهت إلى الآثار السلبية على الاحتياطات الغذائية وتجارة الأغذية في العالم. ومن بين أبرز الآثار الاقتصادية للتصحر على الاقتصاد العراقي نقص الإنتاج الزراعي نتيجة تقلص المساحات الزراعية من جهة، ومن جهة أخرى انخفاض إنتاجية الأرض نتيجة تملح التربة وتدهور خصوبتها. ومن المعلوم أن مساحة الأراضي الزراعية في العراق بحدود 42 مليون دونم، أي أن المساحة المستخدمة في النشاط الزراعي لا تتعدى 14 مليون، منها 6 ملايين تستغل في الزراعة الديمية، وتقدر نسبة مساهمة الإنتاج الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي في العراق بمقدار لا يزيد على 30% كمعدل للسلع الزراعية المختلفة. يدل ذلك على أن العراق يعاني من عجز كبير يهدد أمنه الغذائي ويتطلب استيراد كميات كبيرة لسد تلك الفجوة، وما تعكسه من آثار سلبية على أمنه الاقتصادي. بينما تتجلى الآثار السلبية لظاهرة التصحر على الجوانب الاجتماعية بوضوح من خلال تزايد هجرة سكان الريف والبوادي نحو المدن، ما يؤدي إلى تضخم عدد السكان في المدن، ما يسبب زيادة الضغط على الخدمات المنعدمة أصلاً، كما يؤدي إلى تزايد السكن العشوائي وامتداد الأحياء الفقيرة حول المنطقة التجارية المركزية وازدياد البطالة وارتفاع معدلات الفقر ومعدلات الجريمة. سنضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام انعكاسات اتساع ظاهرة التصحر في العراق وزحف الكثبان الرمية وانحسار الأراضي الزراعية، وما هي العوامل الطبيعية والبشرية التي ساهمت في ازدياد تصحر الأراضي الزراعية، ولماذا لم تتخذ الحكومات المتعاقبة أي إجراءات احترازية للحد من ظاهرة التصحر في بلاد الرافدين. سيكون معي في هذه الحلقة الأستاذ سعد الدغمان الصحفي والكاتب السياسي ضيفي عبر الهاتف. أستاذ سعد، مرحبا بك. مرحبا ضيفي الكريم. وأيضا سيكون معي الأستاذ نظير الأنصاري المتخصص في شؤون المياه. أستاذ نظير، مرحبا بك. أهلا. نشاهد مشاهدينا الكرام بداية هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. يعد التصحر من الظواهر البيئية الخطيرة التي تهدد حياة المجتمعات الاقتصادية والمعيشية، حيث تتحول الأراضي الزراعية الخصبة إلى أرض جرداء قاحلة، وما يترتب على ذلك من تداعيات تمس حياة الإنسان واقتصاد البلاد. ومن هنا اختارت الأمم المتحدة يوم 17 من حزيران من كل عام للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. تشير الإحصائيات إلى أن نسبة التصحر في الأراضي المروية في العراق تبلغ 71%، وتفقد البلاد نحو 100,000 دونم سنويا بسبب التصحر، على الرغم من صرف أكثر من 13 مليار دولار لمواجهة التصحر دون تحسن ملحوظ، وسط فشل حكومي مستمر في مواجهة أزمتي التصحر والجفاف. فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن التصحر يؤثر على نحو 40% من مساحة الأراضي الزراعية في العراق، كما حول آلاف الدونمات إلى أرض جرداء قاحلة. عضو جمعية الفلاحين العراقيين رياض الجبوري حذر من اختفاء الأراضي الزراعية في العراق خلال السنوات المقبلة إذا بقي الحال على ما هو عليه ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات فاعلة بهذا الصدد، حيث تصل نسبة الزحف الصحراوي سنويا في العراق
إلى 90% قياساً بمساحة البلد بحسب مدير عام مكافحة التصحر في وزارة الزراعة في العراق. إيران كان لها الدور الأكبر في جفاف وتصحر أراضي العراق من خلال قطعها لكل الروافد التي تصب في العراق، ما أدى إلى تصحر آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية. ولم تقبل إيران بالاحتكام إلى القوانين الدولية خدمة لمصالحها في تدمير الاقتصاد العراقي واستمرار الحاجة للاستيراد منها. وأكمل هذا الدور الميليشيات المدعومة من طهران من خلال تجريف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتحويلها لمشاريع تجارية خدمة لمصالحها. العراق أصبح واحداً من أكثر 5 بلدان في العالم عرضة لعواقب تغير المناخ بحسب الأمم المتحدة. مع الجفاف وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتصحر المتسارع وسط تجاهل الحكومات المتعاقبة منذ 2003 مشكلة الجفاف وتدهور القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، رغم التقارير المثيرة للقلق من الأمم المتحدة وخبراء البيئة. أبدأ معك أستاذ نظير الأنصاري المتخصص في شؤون المياه. أستاذ نظير، يعني ما يجري في العالم اليوم، العراق ليس ببعيد عنه ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة العوامل الطبيعية التي سنتطرق إليها في هذه الحلقة، وكذلك العوامل البشرية التي أسهمت في ازدياد رقعة الجفاف والتصحر. يا ترى اتساع رقعة التصحر، بداية نريد أن نعرف ما هو التصحر وما طبيعته؟ طبعاً بالنسبة للتصحر هو انحسار كميات المياه الأمطار أقل من 300 مليمتر. لأنه ليش 300 مليمتر سنوياً؟ لأنه هذا الرقم هو اللي يساعد على إدامة المزروعات. طبعاً منطقة الشرق الأوسط هي أصلاً منطقة تعتبر جافة إلى شبه جافة، لأنه معدل هطول الأمطار فيها بحدود 166 مليمتر سنوياً. هذه المنطقة نتيجة التغيرات المناخية هي المنطقة الأكثر تضرراً أو تأثراً بعملية التغير المناخي. فلذلك نلاحظ أنه هذه المنطقة ازدادت فيها درجات الحرارة أكثر من المعدلات الاعتيادية في العالم. وأنتم تعرفون العام الماضي سجلت أعلى درجات حرارة في العراق والمنطقة. والعراق طبعا يعاني من هذه المشكلة، إضافة إلى أنه الدول الجوار تعرف بهذه العملية أو المسألة، فلذلك تحاول كل دولة أنه تجمع أكبر ما يمكن من المياه لفائدتها. والعراق نتيجة موضع الجغرافي بأسفل حوضي دجلة والفرات اللي يعتمد عليهم، فلذلك هو اللي أكثر تضررا في هذه الحالة. يعني تقصد السهل الرسوبي أكثر الزراعة أو المحاصيل الزراعية تكون في هذه المنطقة ككل؟ ليش؟ لأنه منابع نهري دجلة والفرات هي من تركيا، الروافد معظمها من إيران عدا رافد واحد اللي هو العظيم اللي تصريفه يعني قليل جدا بحدود 25 متر مكعب بالثانية وتسع أشهر يكون جاف. فلذلك أي عملية على هذه الأنهار وروافدها في دول الجوار العراق يكون أكثر تضررا. وبالتالي نتساءل، يعني بصفتكم يعني متخصصا في شؤون المياه، ما يعاني منه العراق اليوم أمر خطير جدا لم نكن نسمع به قبل العام 2003. ليس هناك تقارير حتى تصدر من الأمم المتحدة تحذر بأن العراق يتجه بسرعة وبحالة أشد خطورة إلى الجفاف وشح المياه. هذا الأمر وظهور هذا الأمر بعد العام 2003، هل هناك عوامل اقتصادية
مصالح إقليمية أسهمت بشكل فاعل في تعرض العراق في خلال هذه المرحلة لمخاطر اتساع ظاهرة التصحر؟ بالحقيقة خلينا نكون واقعيين، يعني هي التدهور حالة الموارد المائية بدأ بعد حرب الخليج الثانية، لأن نتيجة الحصار اللي فرض على العراق، فلذلك الرعاية والصيانة للمنشآت المائية كانت مو بالمستوى المطلوب سابقا. بعد 2003 الأمور طبعا صارت، خلينا نقول الكتل السياسية اجت تريد تثبت نفسها، فما عندها أي نظرة واقعية على مشكلة الموارد المائية. يعني اهتماماتها هذه كانت، أو الاهتمام بالموارد المائية شيء ثانوي جدا، وإلى حد يعني يمكن قبل شهرين ثلاثة أعتقد هذه المسألة ثانوية بالنسبة لكل الكتل السياسية، لأنهم ما كانوا يستوعبون خطورة الموقف، علما بأنه هل هو يعني. اسمح لي أستاذ نظير أن أنتقل بالسؤال للأستاذ سعد الدغمان الصحفي والكاتب السياسي. أستاذ سعد، بداية مرحبا بك. مرحبا بك أخي أكرم، حياك الله. أستاذ سعد، يعني البعض يتساءل هل هو تجاهل من الحكومة لمخاطر تعرض العراق إلى تصحر بالغ الخطورة؟ هل هو تجاهل؟ هل هو غباء؟ هل هو عدم معرفة؟ يعني الكل، العالم يتحدث عن، وحتى عن طريق التقارير السياسية وتقارير المنظمات الدولية، عن أن المرحلة المقبلة هي مرحلة جفاف ومرحلة قلة مياه وشح مياه، ووصف بل ذهب البعض إلى وصف هذه المرحلة القادمة التي سيراها ويشهدها العالم هي مرحلة حرب المياه. يا ترى هؤلاء الذين يحكمون العراق من 2003 إلى الآن، لا نتحدث عن فترة حصار اقتصادي كان العراق مرغم أن يتعامل مع مواد موجودة بالفعل، أو يقوم بتصنيع مواد احتياطية محليا من أجل الإفاء بغرض ما تطلبه الموارد المائية. نتحدث عن المرحلة التي تعتبر من المفترض أنها مرحلة الزهو للعراق بعد العام 2003. كل شيء متوفر، كل شيء مفتوح، لا يوجد ضريبة، لا يوجد جمرك، كل شيء بصفقات عظيمة بمليارات الدولارات من 2003 وإلى الآن. لا تدرك هذه الحكومات المتعاقبة مدى الخطورة التي سيمر بها العالم والعراق تحديدا، مرحلة الجفاف والتصحر وشح المياه. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي سمير ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. سيدي العزيز، مشكلة التصحر ومشكلة أزمة المياه اللي مر بها العراق طبعا ونشهدها حاليا ويشهدها المجتمع العراقي بشكل عام، هي أزمة إدارة وليست أزمة سياسة أو أزمة مياه. هذه الإدارة يعني كما عشنا وكما لاحظنا طيلة هذه السنين التي مضت، عقدين من الزمان ربما والزيادة، سنة أو داخلين في السنة 21 بعد العقدين، العراق يعيش في حالة فوضى مطلقة في كل مفاصل الحياة. هم في وادي ما تسمى الحكومة في وادي، والشعب العراقي، المجتمع العراقي في واد آخر. يعيش الشعب بأزمات متكررة ومتلاحقة، أبرزها ما ذكرتم اليوم، هذه أزمة المياه وأزمة التصحر، وهي أزمات متداخلة طبعا ومترابطة. قلة المياه تؤدي إلى التصحر، والأستاذ نظير طبعا أعرف وأفهم منا بهذه الأمور كونه متخصص بالمياه. هم يعني الإدارة سيئة، الإدارة سيئة، والإدارة السيئة تخلق الأزمة، وإلا يعني هذه تركيا. يعني الإدارة أستاذ سعد تقصد يعني عدم المعرفة، عدم الخبرة، أما الإدارة يعني نقاط ضعفها تتركز وتتلخص بصفقات الفساد؟ لا سيدي، هم على معرفة تامة وهم مدركون للأمر ويعرفون المشكلة بكل تفاصيلها، لكن ليس بيدهم أن يتحركوا باتجاه الحل. هم مفروض عليهم هذه الأزمة وخاصة في اتجاه إيران
ما تشكله إيران من نسبة كبيرة في هذه الأزمة لغرض مصالح إيران. هم موجودون في هذه النقطة. إيران على ذكر إيران، وزير الموارد المائية في حكومة السودان عون ذياب قال إن إيران ارتكبت مخالفات كبيرة بتحويلها لروافد الأنهر خارج حوض ديالى، أي أنها تقوم بتحويل هذه الروافد خارج حدود الأراضي العراقية وقطع المياه عن العراق. هل هذه التصريحات طبعا صادرة من وزير الموارد المائية في حكومة السوداني، مع ذلك هو يصف أنه حصلت قطيعة بين العراق وإيران لسنتين بسبب هذا الأمر، هل هذا ما تقصده أنه لا يسمح للحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 بتطوير يعني قطاع الموارد المائية؟ نعم بكل تأكيد لا يصلح لهم، نعم، وهذا ما حاصل. يعني هذا ليس بكلامي وإنما تصريحات الإيرانية تدفع بهذا الاتجاه، تصريحات بعض المسؤولين الشرفاء من ضمنهم كان وزير النقل ووزير الموارد المائية تدفع بهذا الاتجاه وتبين للناس ما يحصل. يعني سيطرة تامة لإيران على هذه الحالة بشكل عام بشكل مطلق من أجل مصالحهم فقط، وإلا 40 رافد كما ذكر الأستاذ نظير تنبع أو تصب من إيران باتجاه العراق قطعت. طيب ما الحل الذي قدمه؟ يعني مع احترامنا للأخ اللي ذكرته الوزير، ما الحلول التي قدمتها الوزارة أو الحكومة بشكل عام اتجاه هذه الأزمة؟ المشكلة أن يعني أننا نلاحظ أن الوزراء هم من يقدمون المشاكل للشعب ولسان حالهم يقول للشعب أنتم حلوا هذه المشكلة، نحن فاتحنا إيران بالموضوع. اسمح لي فقط أستاذ سعد أن أتحول بسؤال الأستاذ نظير، أستاذ نظير الأنصاري المتخصص في شؤون المياه. الأمم المتحدة كل سنة لديها يوم هو 17 من حزيران، هو تعتبره اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف ما يحصل في العراق. لماذا العراق دائما يغرد خارج الكوكب؟ لماذا العراق عندما تتحدث الأمم المتحدة عن اقتصاد أخضر وعن بيئة نظيفة، أي أنها تلجأ إلى استخدام أو تحظ بمؤتمراتها على انتهاج الدول لأساليب تحافظ على البيئة وتحقق مردودات اقتصادية لهذه الدول؟ لماذا العراق الغاز المصاحب يحرق الدنيا، الماء منقطع، إيران لا تريد للروافد أن تدخل للعراق، الحكومات تحاول تقديم المشاكل للشعب لحلها، لماذا العراق دائما يغرد خارج السرب ولديه أعضاء مشاركون في هذه المؤتمرات في الأمم المتحدة؟ لأنه العراق صورة يعني عامة، الكتل السياسية هي ما تتباوع على مصلحة الوطن، إنما تنظر إلى مصالحها الشخصية الآنية وحتى ليست البعيدة الأمد، فلذلك تحاول أن تستغل الوضع لفائدتها بغض النظر عن عواقب هذا الأمر بالنسبة إلى الوطن. إحنا إذا نحكي بمجال المياه، هسه إذا نأخذ وزارة الموارد المائية من تأسست 2003 إلى الآن، الوزيرين الوحيدين اللي هم يعرفون في مجال الموارد المائية الوزير الحالي عون ذياب ومهدي رشيد الحمداني، واثنينهم تكلموا عن مشكلة المياه مع إيران. لكن شنو الحل؟ إذا الحكومة ككل ما تتخذ موقف واحد تجاه هذا الشيء مستحيل أن تحل هذه الأمور. يعني احنا صار موقف مثلا من المفترض ان تقوم او تتخذه الحكومه، هاي صار 20 سنه احنا نحكي بهذا الشيء ونتكلم بالمؤتمرات، واني ناشر اكثر من 200 بحث حول هذا الموضوع وحاكي ويا كثير من المسؤولين. الحلول موجوده لكن تحتاج الى شخص وطني يفضل مصلحه الوطن عن مصلحته الشخصيه. فالحلول هي خطين متوازيين، الخط الأول التفاوض مع دول الجوار اللي هي بالذات تركيا وإيران، يجب أن يشمل الملف الاقتصادي والأمني، لأنه احنا نستورد مليارات الدولارات من المواد بحدود 16 مليار من تركيا و13 مليار من
إيران. طبعا هاي أكو مستفيدين داخل العراق من هذا الوضع، وأيضا إيران وتركيا مستفادة، فهذا يهمهم جدا. الشيء الآخر الجانب الأمني، وإحنا نعرف كثير من الخروقات سواء من إيران أو تركيا على الأراضي العراقية بسبب وجود معارضة لهذه الأنظمة داخل العراق، فهذا يهمهم. إذا هذه ما استغلت من قبل الحكومة في التفاوض ومن ضمنها مسألة المياه، ما راح نتوصل إلى حل. الخط الآخر اللي يفترض أن يكون موازي لهذا الخط، لأن هذا الخط قد يأخذ خلينا نقول فترة زمنية طويلة، المفروض استراتيجية إدارة المياه تتغير. إحنا أصلا نقول عندنا استراتيجية، لكن كل القرارات هي قرارات آنية يعني غير بعيدة النظر. الاستراتيجية المفروض أنه تكون على الأقل 30 سنة ولا تتغير بتغير الوزير أو الكتلة اللي مسيطرة على الحكومة. نحن يصير عندنا كل وزير يجي يخرب أو ينسف كل ما سواه الوزير اللي قبله ويبدي من جديد، كأنه الوزير القبله كان كل أعماله خطأ. المفروض استراتيجية لا تتغير بتغير الوزير. هاي الاستراتيجية يجب أن تغير بشكل جذري طرق الري، لأن طرق الري الحالية هي فواقدها المائية كبيرة جدا، وأنا تكلمت بهذا الموضوع. سيد نظير، يعني بالنسبة لتركيا، يعني سبق وأن وافقت إلى الاحتكام إلى القوانين الدولية والتعاون وحسن الجوار، ورحبت بوفود الحكومة واللجان التي تشكلها الحكومة للسفر إلى تركيا والتفاوض بشأن المياه، أي أن هناك تعاون ما بين العراق وما بين تركيا والحكومات المتعاقبة في العراق فيما يخص موضوع المياه. ولكن إيران مصرة حتى لا توافق على الاحتكام بالقوانين الدولية، بل أن هناك يعني محللين اقتصاديين وحتى سياسيين يرون أن موضوع قطع المياه له علاقة بالاستفادة الإيرانية بتدمير الاقتصاد العراقي كي يبقى يستورد منها فقط المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى أمر آخر، هو هناك ميليشيات داخل ديالى وداخل الأراضي العراقية تتبع إيران، تقوم بتجريف البساتين وتقوم بحرق المحاصيل وحرق البساتين والاستيلاء عليها بتهجير أهلها، ومن ثم إقامة مشاريع تجارية خدمة لمصالحها وأيضا لمصلحة إيران. إلى أي مدى تتفق مع ما يقوله المراقبون والمحللون الاقتصاديون أيضا؟ هذا صحيح، لأنه يعني أنا سامعها من الأستاذ مهدي رشيد الحمداني بوقتها، قال لي التفاوض مع تركيا أو التفاهم بينه وبين وزير المياه في تركيا كان جيد جدا، وهناك يعني تعاون، والمفروض يتوصلون إلى اتفاقات ويوقعوها. لكن بنفس الوقت كان يشكي من التعاون مع إيران، لأنه إيران رفضت بشكل قاطع أنه يحط مسألة المياه. ومثل ما قلت قبل شوية، هذا الشيء إيران مستفادة منه، وأيضا هناك من هو مستفاد من هذا الشيء من العراق، لأنه استيراد هاي المواد بهذا الشكل بأموال طائلة عجيبة غريبة، طبعا أكو من يستفيد منها في العراق، فلذلك يحاول بكل الطرق أن يمنع أي تفاهم بين العراق وإيران حول مسألة المياه، علما بأنه اتفاقية الجزائر اللي هي جت بعد حرب الخليج فيها ملحقات توضح وتنظم المفروض الموارد المائية بين العراق وإيران، لكن إيران ما التزمت بها. لم تلتزم، وذلك منذ عام 80 وإلى الآن لم تلتزم إيران. وأنا ذكرت يعني أصلا تصرفات السياسة الإيرانية والسياسيين الإيرانيين عجيبة غريبة، وذكرتها قبل كم يوم على قناتكم المحترمة. يعني قبل فترة قصيرة أقامت الدنيا ولم تقعدها على أفغانستان، لأنه أفغانستان حاولت تستغل
مياه أحد الروافد اللي تنبع من أفغانستان وتدخل إلى إيران، لكن في نفس الوقت ما حاسبت نفسها من قطعة الكارون اللي يمثل تصريف 40% من تصريف شط العرب والكرخة وديالة و40 وادي آخر بين الحدود العراقية والإيرانية. مع الأسف نعم، هي موضوع المياه طبعا دائما تلعب عليه إيران بحسب ما يرى الكثير، بأن حتى موضوع المياه تلعب عليه من أجل تحقيق غايات معينة في أمور أنتم تعلمونها. أستاذ، أعود إليك أستاذ سعد الدغمان، هذا الأمر موضوع كيفية التعامل مع الأزمة. الحكومات الحالية عندما تقوم بفتح الميزانيات من أجل معالجة موضوع شح المياه، تفتح ميزانيات مفتوحة بأموال العراقيين وتقوم بتحويل الأراضي الزراعية وبيعها إلى المواطنين لتحويلها إلى أراضي سكنية، من أجل شنو؟ من أجل أنه تحقيق التنمية من وجهة نظرها. هل هذا الأمر ينطبق مع هذه مع الدول بحسب معايير صحيحة؟ أي أن هذا الذي وضع في هذا المنصب عندما يصدر هذه القرارات ويبيع الأراضي الزراعية ويحولها إلى سكنية، على أي معيار احتكم وعلى أي منطق احتكم في معرفته لمفهوم التنمية والتطوير وإلى آخره أو الاستثمار؟ سيدي العزيز، هذا الموضوع يعني لمستاه خلال الحكومات اللي تعاقبت على الحكم في العراق أو ما يسمى بالحكم في العراق. هم ليسوا معنيين، يعني بجدية نقول ليسوا معنيين بالشأن العراقي أو شأن المواطن. تحويل هذه الأراضي طبعا يشكل مشكلة كبيرة على الجانب الاقتصادي للبلد، الجانب الاقتصادي لحياة المواطن، الجانب الاجتماعي لحياة المواطن بشكل عام. يشكل تغيير في التركيبة السكانية سواء في المدن أو الأرياف. يعني تحويل هذه الأراضي بكل تأكيد راح يقلل من السلة الغذائية العراقية، يعني تنتهي عملية الزراعة بشكل تام مقابل كأنه تسليم بالأمر الواقع أنه لا توجد مياه لذلك لا توجد زراعة. لا، هو نعم، لا توجد مياه، لا توجد زراعة، يعني حتى الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وخلقنا من الماء كل شيء حي. فحين نفقد هذه الثروة المائية نفقد كل شيء حي في البلد. هذه الأزمة تخلق أمور كثيرة وتتعلق بخفايا أو أمور مخفية تتمثل بتحقيق مصالحهم، مصالح الدولة الفلانية والدولة الفلانية. وبكل تأكيد نؤكد على أنه تحقيق مصالح إيران على حساب مصلحة الشعب العراقي والبلد العراقي بشكل عام. الأراضي الزراعية انفقدت من العراق وتصحرت بسبب أزمة المياه، فبكل تأكيد المواطن راح يحتاج إلى أن يستورد البلد السلة الغذائية من هذه الدولة أو تلك. ونلاحظ الشارع العراقي والسوق العراقي يعني غارق بالمواد الغذائية المستوردة من إيران بشكل عام. يعني سيطرت إيران على الواقع الزراعي اللي انعدم بالعراق مقابل تحقيق مصالح إيران بالسيطرة على السوق العراقية بشكل عام. ثم تدمير البنية السكانية، البنية الاقتصادية في البلد، تغيير معالم المدن بشكل عام، هجرة من الريف إلى المدن. هذه الهجرة تمثل تغيير في التركيبة الاجتماعية، التركيبة السكانية، العادات والتقاليد. سيطرة من يأتي من الخارج على هذه الأماكن التي تعرض للبيع والمساحات التي يعني تعرض للاستثمار والبيع مقابل انعدام الأراضي الزراعية. هذه كلها تأثيرات تشكل خطر على الشارع العراقي وعلى المجتمع العراقي والتركيبة السكانية بشكل عام. هم لا يتعاملون مع هذه الأزمة كمسؤولي دولة، وإنما يتعاملون معها لتحقيق مصالح معينة تتمثل بوجودهم على سدة الحكم بدعم من إيران وغير إيران. هذا ملخص لكل الموضوع. يعني وبذلك
نعم. استاذ سعد عفوا، وبذلك اصبح العراق واحدا من اكثر 5 بلدان في العالم معرضه للجفاف والتصحر. ضيوف الكرام ومشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل هذه الحلقة التي عنوانها عن التصحر والجفاف في بلاد الرافدين. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. إذن بالعودة إليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة التي نناقش فيها ظاهرة أو اتساع ظاهرة التصحر والجفاف وشح المياه في ضوء ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل عام، وارتفاع درجة الحرارة في العراق نتيجة زحف الكثبان الرملية وانحسار الأرض المنزرعة، وكذلك الممارسات البشرية التي أسهمت في اتساع رقعة التصحر في العراق، التي سنبحث فيها أو في هذا المحور. نبدأ مع الأستاذ نظير الأنصاري المتخصص في شؤون المياه في هذا المحور. أستاذ نظير، فيما يخص موضوع الممارسات البشرية التي أسهمت في اتساع رقعة التصحر في العراق، عندما نكون مدركين لحقيقة التصحر من خلال التقارير الدولية التي تتحدث عن زحف الكثبان الرملية وزحف المياه المالحة نتيجة ارتفاع درجة حرارة الكوكب، وبالتالي انحسار الأرض المنزرعة، ومع ازدياد عدد السكان وبذلك قلة الغذاء في المستقبل، كلها مخاطر تتحدث عنها التقارير الدولية. في العراق ما هي الممارسات البشرية أو السلوكيات البشرية التي أسهمت في اتساع نطاق التصحر في العراق؟ أبسط شيء، إحنا ما عندنا أي تعليمات أو قوانين يعني خلينا نقول تحد من مثلا اقتلاع الأشجار مثلا. ثانيا، التجاوزات اللي صارت على المياه وسحب كميات كبيرة من المياه لأغراض مختلفة مثل بحيرات الأسماك وغيرها، و كلها جرت من قبل، لا تصور من قبل المواطن البسيط، وإنما التجاوزات هاي من المسؤولين، لأنه المواطن البسيط مثلي ومثلك ما يقدر يسوي هذا الشيء، لكن المسؤولين هم اللي تجاوزوا بالحقيقة على الموارد المائية. ونشوف أنه أراضي كثيرة خارج نطاق الأراضي المفروض أنه توصلها المياه قاموا يسحبون كميات كبيرة من المياه إلى هذه الأراضي لأنه تخص مسؤولين معينين. شيء آخر، مثلا المياه العادمة، كل المياه العادمة رأسا تصرف إلى مجاري الأنهار، وهذا يرفع من نسبة التلوث بشكل كبير جدا في هذه المياه ويأثر على البيئة وصحة الإنسان. الشيء الآخر اللي لازم أنه ننتبه إليه، أنه هذه الهجرة من الريف إلى المدينة بالحقيقة هي معروفة حسب تقارير المنظمات الدولية، استهلاك الفرد من المياه بين ابن الريف وابن المدينة بحدود 10 إلى 12 مرة أكثر، فهذا راح يسبب أزمة أخرى. ثانياً، هذه المسألة، مسألة التصحر أيضا لها أبعاد بيئية وصحية.
شنو هي هاي؟ هذه احنا ذكرناها وتقارير الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى ذكرتها، أنه إذا الوضع استمر كما هو عليه فالعواصف الترابية راح تزداد، وراح خلال عام 2030 راح يكون هناك 300 يوم مغبر في العراق، بينما احنا صادق السنة سنة كاملة الجو مغبر في العراق. نعم، يعني شهرين فقط الجو يكون صافي، بعدين البقية راح تكون مغبرة، وهذا يأثر بشكل كبير على صحة المواطن، فهذه لازم ننتبه لها. الشيء الآخر أيضا المفروض ننتبه إلى أنه النمو السكاني في العراق هو بحدود 2.7%، وهذه النسبة عالية جدا، يعني خلال 10 سنين نفوس العراق راح تزداد بشكل كبير، وهذا معناه أنه لازم توفر هذه الزيادة البشرية من موارد طبيعية وغذاء وغيرها وسكن. من المستلزمات المطلوبة من المياه. نعم. هذه كلها ما مأخوذة بنظر الاعتبار بالنسبة للحكومات. هذه نقطة مهمة جدا أستاذ نظير، اسمح لي أن أنطلق من هذه النقطة إلى الأستاذ سعد الدغمان وأتحدث عن التداعيات أو الانعكاسات الاجتماعية لموضوع التصحر. أستاذ سعد الدغمان، يعني عندما تكون هناك وتحصل هجرة من الريف إلى المدينة، عندما هذا الأمر يؤدي إلى اتساع رقعة العشوائيات يعني حول المناطق التجارية في المدن، يؤدي إلى ازدياد الضغط على الخدمات، يعني من المفترض أن تقوم أو يزداد الضغط على الحكومة من أجل تقديم خدمات أكثر، وما شاء الله في العراق الخدمات فول. هذا الأمر سيضغط بالتالي، الضغط السكاني يضغط بالتالي على البيئة السكانية ويتطلب الكثير من الأمور والتحضيرات. الكثير من الباحثين الاجتماعيين تحدثوا عن موضوع يعني اكتظاظ المدن، أنها تؤدي إلى البطالة وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة. يا ترى هذا التصحر واتساع رقعته في العراق هل سيؤدي إلى هذه المؤديات وفي العراق منتشر في الحكومات في ظل الحكومات المتعاقبة الجهل بنسبة عالية، الأمية بنسبة عالية، المخدرات بنسبة عالية وأمور أخرى كثيرة، خدمات لا توجد، هذا الأمر كيف سيكون عليه شكل العراق مستقبلا؟ أستاذ سمير، بصراحة يعني أنا ذكرت في بداية كلامي أنه الموضوع أزمة إدارة وليست أزمة مياه. يعني لاحظنا أنه تقريبا كل رئيس وزراء وما يسمى برئيس الوزراء حين يتم انتخابه وتشكيل الحكومة يذهب لزيارة تركيا ومن ثم إيران أو العكس. يعني لا نعرف لماذا لا يناقشون هذه القضية الخطيرة التي تشكل خطرا دائم وحقيقي على 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 العراق وعلى أهل العراق. يعني هذا الذي تفضلت فيه، العراق ليس بمعزل عن العالم، هناك الكثير من البحوث والدراسات في العالم كافة، يعني كافة دول العالم. ذكرت يعني لنا أنه لا يسمح لهم باتخاذ أي إجراءات احترازية للوقوف بوجه هذا التحدي المتمثل بالتصحر، ووصلنا إلى نقطة بأن هذا التصحر له آثار ليست فقط اقتصادية وإنما اجتماعية، تؤدي بالتالي إلى ارتفاع معدلات الجريمة ومعدلات الفقر في العراق ونشر العشوائيات والتضخم في المدن والهجرة من الريف إلى المدينة. كل هذه أمور خطيرة جداً. من الذي لا يريد لأحد أن يتحرك ويتخذ هذه الإجراءات؟ من هو العقبة الكأداء التي لا تسمح بهذا التغيير ولا تسمح بمعالجة هذا الأمر لمواجهة هذا التحدي البيئي الخطير؟ بكل صراحة نقول إيران. طبعاً إيران هي التي لا تسمح لهم، لأن إيران هي الداعم القوي لهم للحكومات التي تعاقبت على العراق منذ 20 عام. هم يعني إذا سمحوا لهم بحل هذه المشاكل بكل تأكيد راح يفقدون
مصدر اقتصادي ضخم وحقيقي. يعني إيران تمول من خلال الميليشيات سواء داخل العراق أو حتى في البلدان التي تسيطر عليها في سوريا ولبنان واليمن وغيرها. هذه يعني العراق بالنسبة لإيران الدجاجة التي تبيض ذهب، فبكل تأكيد لا تسمح لهم بحلول واقعية تخدم المجتمع العراقي وتخدم الفلاح العراقي تخدم الزراعة العراقية. وإهمال هذا الجانب، إهمال الجانب الزراعي بالعراق، بكل تأكيد راح يؤدي إلى هجرة الريف وهجرة الزراعة، هجرة المزارع وتلف المزارع وتركها للتصحر وللعوامل التي ذكرتها، العوامل المناخية وغيرها. فيما وإن ليس العراق الوحيد الذي يتعرض للعوامل المناخية، وإنما هذه شاملة لكل العالم. فلذلك هذه الهجرة راح تخلق أزمات متعددة داخل المدن، من ضمنها الجريمة، زيادة أعداد الجريمة، العشوائيات، الخدمات، أصلاً الخدمات مش موجودة، فلذلك راح يصير ضغط على الخدمات، تنافس في الحصول على الخدمات مع أهالي المدن. ولهذا تحولت المدن إلى 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 أرياف كبيرة، سواء بالعادات والتقاليد والتصرف والسلوك والمنظر بشكل عام. يعني الآن تطلع على بغداد، بغداد مدينة ريفية وليست بغداد التي نعرفها. هذه كلها نتيجة إهمال الزراعة والهجرة العكسية من الريف إلى المدن، وإغراق السوق بمحاصيل مستوردة من جهات معينة أثرت على الناتج المحلي العراقي وعلى دخل الفرد العراقي وعلى دخل المزارع. يشعر أنه جهده ليس بنافع ولا يقدم له يعني الدخل المريح أو الدخل المجدي، ولذلك يترك هذا الموضوع. فكل موضوع لا يجدي يترك ويهاجر إلى المدينة، ويعني يخلق الأمية والجهل وقلة الخدمات وهكذا. واضح سعد. شكرا لك أستاذ نظير. يعني أخيرا، في عندما نقارن العراق بالدول المجاورة له، حتى أن إسرائيل الكيان الصهيوني لديه إنتاج زراعي بنوعية فاخرة جدا، لديه مياه، لديه كل المتطلبات، الموارد البشرية والموارد المادية، لديه كل شيء إسرائيل. الدول التي أرضها لا تصلح للزراعة، الأردن، تصدر التفاح وتصدر الفواكه وتصدر الخضر إلى باقي المناطق، كذلك سوريا، كذلك سوريا ما قبل الأحداث، كذلك السعودية، كذلك الكويت الأرض الرملية. يا ترى في من حيث موضوع الزراعة تحديدا، لماذا في العراق الفلاح يحارب، وحتى من يعمل وحتى الطالب الذي يريد أن يدرس في كلية الزراعة يسمونه فلاح مثقف، يعني كنوع من الإهانة؟ لماذا الفلاح يعلى شأنه، يعلى شأنه في باقي الدول منها إسرائيل، ها، وفي العراق يهان الفلاح ويحارب ويعامل باستصغار؟ يعني خلينا نقول فد شيء أنا أسميه تجهيل البشر، وعدم وجود توعية جماهيرية للأزمات المختلفة، ومن ضمنها أزمة المياه مثلا والزراعة وغيرها. فأنت الكتل السياسية إذا جهلت البشر من السهولة أن تقودهم إلى ما تريده. فلذلك نلاحظ أنه كافة المسؤولين في كافة الأمور. يعني هل هذا الأمر هو فقط منحصر على المسؤولين؟ يعني هل المسؤولين هم سبب المشاكل في العراق؟ ما هم المسؤولين أتوا من العراق، أتوا من الشعب. أليس هناك خطأ وخطر في المنظومة التربوية في العراق؟ عزيزي أنت تعرفها وأنا أعرفها والأخ سعد يعرفها أيضا، أكو فرق بين مسؤول تجيبه يخلي مصلحة البلد أمامه قبل مصلحته الشخصية. إحنا إلى الآن ما شفنا هذا الشيء، ما شفنا مسؤول خلى مصلحة الوطن قبل مصلحته الشخصية. فلذلك تشوف أنه دائما ماكو استراتيجية معينة في كل الأمور، لا في الزراعة ولا في المياه ولا غيرها، حلول آنية تضليل من تصير مشكلة
يحاولون المسؤولين يضللون المواطن. فلذلك دائما احنا في ازمات مستمره والمواطن لا يعرف اي شيء عن هذا، عن حقيقه الامر، لانه تجهيل بشكل فظيع. تلاحظ الجامعات مثلا، وين كان مستوى الجامعات وين اصبح مستوى الجامعات العراقيه الان؟ قبل كم يوم للعلم احدى التقارير اللي تداولت على وسائل التواصل الاجتماعي تقول لك احدى المنظمات تقول مثلا 80% من البحوث الجاريه من قبل الجامعات العراقيه هي مسروقه. هذه واحد من الاشياء اللي وصلنا لها مع الاسف، وصلونا لها الحكومات المتعاقبه. فلذلك لا تتوقع انه اكو عمل جدي مكافحه التصحر او ازمه المياه، لانه هذه تحتاج الى قلنا استراتيجيه تضع مصلحه الوطن قبل مصلحه الاشخاص. نحن ما عندنا هذا الشيء مع الاسف الى الان. تلاحظ كل الوزراء اللي جوا عزز الزراعه والموارد المائيه، من هو اللي اشتغل بجديه؟ عدا مثلا الموارد المائيه استاذ مهدي رشيد وعون ذياب من ابناء الوزاره، لكن شو يقدرون يسوون اذا ماكو دعم حكومي لهم؟ اضافه الى ذلك حتى الوزير اذا يريد يشتغل، الناس اللي وياه مفروضين عليه، يعني مو هو اللي يختارهم بحيث يعتمد عليهم. وتشوف انه اكو حزازات عجيبه غريبه داخل الوزارات بين المناصب المختلفه، وهذا هو المطلوب حتى لا يتقدم البلد. مع الاسف هذا هو واقع الحال. وصفت الحكومات استاذ نظير حكومات ما بعد 2003 هم انفسهم يصفون انفسهم يعني بانها حكومات فساد. منهم من يتحدث بانه يقول كلنا ناخذ، ومنهم من يتحدث يقول ان كلنا نقسم الكعكه. أمر طبيعي يعني، في على شاشات التلفاز والفضائيات يتحدثون بفخر، يقول نحن من يأخذ، نحن نتقاسم، وكأن العراق أو الحكومة المناصب هي عبارة عن غنائم، وليسوا هم وجدوا من أجل خدمة هذا الشعب. الآن وصل العراق إلى مرحلة خطيرة أستاذ سعد، وهي مرحلة ومواجهة شح المياه. البعض يعني يتهكم ويقول سنرى في يوم من الأيام دجلة يشهد مباراة بكرة القدم بين فريقين شعبيين. هل سنلاحظ هذا فعلا في الأيام المقبلة، في المرحلة المقبلة؟ بكل تأكيد إذا استمرت هذه الحكومات، يعني من تتقاسم الكعكة ومن يشتري المنصب وحكومات تبيع المناصب بكذا مبالغ بعيدين عن شأن العراق والمواطن العراقي، بكل تأكيد سنصل إلى هذه المرحلة وسنشاهد ما ذكرت، يعني مباراة كرة قدم تقام على بقايا أو على خراب دجلة، لأن لا أحد يهتم بالشأن العراقي صراحة، يعني حتى من المواطنين أنفسهم، من الشعب أنفسهم، هناك من يدعم هذه الحكومات غير مبالي بما سيحصل وما حصل وما ستؤول إليه النتائج. الوضع خطير طبعا بكل تأكيد، وهذه الأزمة ستقود إلى أزمات عديدة متلاحقة، لأنها أزمة متشابكة. والماء كما ذكرت لك، حتى الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول عز من قائل وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الشيء الحي الذي جعله الله من الماء سنفقده تدريجيا وعلى مر هذه السنوات إذا استمر الحال والأداء الحكومات بهذا الشكل، لأن ليس فيهم من سياسي. ولو كان هناك شخص يعني يوصف بهذه الصفة السياسي لما وصلنا إلى هذا الحال في العراق، ولما خلقت هذه الأزمات وتطاولت علينا دول الجوار وغيرها لتحقيق مصالحها على حساب مصلحة العراق والشعب. ربما سنشهد في الأيام المقبلة استحداث وزارة باسم وزارة النزاهة أو وزارة الشرف والأمانة، ربما. شكرا لضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ سعد الدغمان الصحفي والكاتب السياسي، والأستاذ نظير الأنصاري المتخصص في شؤون المياه. شكرا لضيوفي الكرام. في الختام الكرام
حياكم الله ضيوف الكرام، اهلا وسهلا بكم. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبل مني اطيب تحيه وفي امان الله.